كوانا يي هيد مركي محمد سعيد هاروسي او كشقين يي بيركو تالا مقالة عير قابو اي مينا كولا كعدي اسلامركاسينا اي قيبة كميدا چركي ساي وحيا ليساي سيدا موغال كان كموغاتا وحي مينا دي لا كعدي سببتين لقويو ادين كميدي قعان تبديح يا قيبة كميدا فريهي سا اسيدا وكالينا وحي فالير كميدا فالير دا دي مينا دواي سببتين محمد هاروسي انو ايشا ميديق وحبك عاركي كارين محمد وحا وهاد دان يري وحما شعرور دورا يهو يدود مران كبوغ داي عسبتال كقودي مقالة دا عير قابو وحال كالاقو دابيبا بوكان كان ايا وحا وداد كمحسنين تاكا عدسا داي اني كسو عاوي ما وحيا يا وودان سيلوغو داويو محمد سعيد محمد ناونا ناستنو محمد هاروسي سيدي محاد حكودا عن meel ba fadhiyo meel ba saago ya shaqeynay beer xisaab mar maray meel ba fadhiist beer ba qudish meel ba sirgeeda saago gur mar ay waxa ku dhacanta keeda dhifashadan saageeda soo dhifashada marka wax soo leeyin qadi ay miinadu kula kacday dadkay markay tamo miin aniga waxaan markay garan maayo anoo googa ma markay sarkay adu halkaad ku miirishatay adu jooga aniga markay aan duulay dhulka saago soo dhacay ka bacay dadkay qaaday marka gacanta niyo baan markay barkay gooday yaa tin karo dhigu ka shubmayo iyo gacanta kalena ay xog gaaray كانت تنا سوق كانت تنا لفتين تموت اي عدن كنا واقع سوق كنا عدن واقع هو الله بار مال كلام في مكاسو قالي هل كان سفلي ها مركايشا حكار ماي يقولون وحي وكل شيء او كل شيء ها حمد كل امر لي بمر سفلي موضوع الله يسال الحمد لله رب العالمين سينا رد وحق ابو يسد ثانا حس دومه والله مسلمين تا الى بورت حلو تست دماتي مسلمين دمان مسكو دون حاله والله مسلمين تا حكو عصنيه سيدر إلهي سيدر سودو ويدختر يميل الله يوقوصيه حاك عصينا يسوع عاوية إدو حسوكر تركة طوي سوترتو شيخ حسين جامع جاب اللباح يا علي أحمد عبد الرحمن وكم إذا قدد التبرعات كي مقالة عير قابو أيا يقو ندد كم حسينين تاكعود صدينا يسوع عاوية مان بوكان كان ميناد الله كعضي أن وحاان محايتي كعود صنينا ننكا محمد هروسي وانن ولالكينا محايتي مان دويد الحاد كي سعودن بولها وقدرت إلهي با مقرنيسا إلهي با مقرنيسا أمر كلا إلهي سبحانه وتعالى وحو قرتي إنو أدن كان يقعانتني بقوان حق إلهي ومبا إن شاء الله تعالى كاهاتي إلهي سبحانه وتعالى وحو سمعين ويكون فلسفين يهي وحن قعد صنعنا إنقا للقو إيقيا تتكوينها إسلام كان ملك السيجوان وحن قعد صنعنا إنه ننكا محصوات تران محمد هروسي وحوها نن حاسة وقلو الدقن ومقرنيسا بوها مانتا واكا الحاد كيزو كفر ليا وساقي بها الأباهين لو حلطرو مقرن إساء علاس كافهم ليا حاسنا ووسارنا وحان دكاعد صنعنا دادك إسلام كالأدوية كالتشوغة إن أي ننكا وحصوات تران سي عافمات كيزو حلقر عندها فريليا دك غيشي عن وحكا أركا إنسان لوغا صنصارو سي بالأدوية دينيه قعمها كان وحلوغو قبطو سي مقرن إساء أدليس وحن لوغو ترو إن شاء الله تعالى وحان قاعد صنعنا دك عاومي دك دك إن لصوات ترو أي ميناضو وحي الله سي لك عضي aan adba go'an gacan ba go'an tan kale oo iyana suulka ay ka go'an tahay halkaas halka waxa kaga jira feedback kaga jira ishaasi marka ma joogto arageedii lama hayo alaana lama hayo isha arageedii marka wa taawun ala birri wa taqwa and de laba week ka hor lahad wanaagsan buulaha oo isku dhama haddana waa kan oo nooca kan ilaahay de u gartay waa saa sheekh ali sheegaya ilaahay ba ogsid qofka u wanaagsan waxaan leenahay marka inaga waxaan naga rabaa man kana fi haajati akhihi kana allahu fi haajati qofka ilaahay adoonka arimihiisa dadka ka shaqeeya iyo wanaagood iyo khayrkooda iyagana ilaah ba tiisa ka shaqeeya waxaan leenahay insha allah taala ninka odagahay wuxuu u baahan yahay dhaqtar waliba tii adiga kani lug buu u baahan yahay oo ishani de wax rabta waxa inta hadii in laga soo saaro war badama meesha yaalla lama koobi karo waxaan leenahay wa taawun ala birri wa taqwa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa ha dulka isaga naxariisa samada la idinka naxariisanaya wallahu fi uun abdi ma kana abdu fi uun akhi yani waxa weeyaan adoonka ilaahay wuxuu la jiraa inta walaalkii la jiro waxaan leenahay oo kaalmeeyo arintiisa ka shaqeynayo ninkaasi wuxuu u baahan yahay ilaahay gargaar buu uga baahan yahay taabadeedna innagana gargaar buu inooga baahan yahay marka waxaan leenahay muslimiinta caalamka waxaan leenahay cidii ninka wax u qaban karto wax soo tari kartaaba Allah idin barakeeyo wax waa tartan dadka waa tartan waxaan leenahay insha Allah loo dadaalo oo aad iyo aad hadda dhaqtarka ceel gaabu yaala isaga ayaa hadda lagu dhaya qarjiyad baa ku soconaysa waxa way markoo deen inta yar oo beerska farfadhab u aha deba hadda reer iyo carruur waa ku tacal raacinaya $100 oo aanu
aan hadda u keenay oo isaga xuseen barashinka iyo inta daawad iyo wixii uu goyn karo mid horena waan u keenay ayaan dhawayto kana waxaan u seenay insha Allah ta'ala isagana de wixii loogu qaban karo inta muxsiinadu wuxuu soo wadwadaan hawsi ahaado maxaan ku dhigaa kaarjabin insha Allah ta'ala hadaba dadka muxsiniinta ay doonaya inay caawimaan maxamed saciid haruuse oo ah ninka miinadu la kacday waxay ugu hagaajin karaan lambarada gudida tabarucaadka ee shaashada ka muuqda عبد الرحمن أحمد إلسر مقالة عير قابو.